1999 علشان اخوه اللي بره خدوه 6 شهور تعذيب بعد ما عذبوه قتلوه وهم قالوا لنا ده مات ودفنوه هم بنفسهم. فين حته يا ماما؟ فين حته؟ فاني مكان يعني؟ في سجن دمنهور. سنة في كام؟ سنة 1999. عارفه صفات معينين ولا اي حاجه؟ لا ما اعرفش غير مصطفى الهواري اللي خده من قلب البيت. ضرب والدتي وخده ولا احنا هنكلمه بس 5 دقايق كده وهنرجعه تاني. شغال ايه مصطفى الهواري ده؟ كان ضابط امن دوله. ضابط امن دوله. باسم الساحه. ونفسه يرجع عشان ابويا عيان وعايز يشوف. اسمه ايه اخوه؟ سيد عجمي مهلي. سيد عجمي. ايوه ده سيد عجمي ده عملوا له قضيه ب10 سنين اسمها العائدون من الالبان وهو ولا راح البانيا ولا قالوا له تهمه وخلاص. تهمه عسكري. اسمه ايه تاني؟ سيد عجمي مهلي. عايز يرجع. احنا دلوقتي عايزينه يرجع تاني. بقاله 24 سنه محكوم عليه ب10 سنين. حكم غيابي. حكم غيابي تلفيق تلفيق. حكم عسكري 10 سنين، هو دلوقتي بقى له 24 سنة في ألمانيا، وإحنا عايزينه يرجع لأن باباه دلوقتي بيموت في المستشفى، وهو عيان وعنده الغدة النخافية دلوقتي وتعبان جدا في ألمانيا، وعايز يرجع مصر تاني، يقول إحنا حبس في بلد أحسن، حبس في بلد أحسن، أحسن ما اتحبس بره، هو مشي من مصر عشان كانوا بيعذبوه، اتسجن مرتين على أيام ده في بلد، وبعد كده سافر ورجع، بعده ياخدوا محمود مجاني وابطال وتعذب في لازغلي شهر وخد اخويا رمضان برضه عذبوه. عارفه ظباط اسماء ظباط؟ انا مش عارفه الا مصطفى الهواري حتى كان اسمه مستعار ما كانوش بيقولوا اساميهم الحقيقيه. دلوقتي قابلت واحد قال لي انا كنت في الجيش في الايام ديت وكان اللي بيعذبهم واحد كان كلب اسمه محمد. اسمه ايه؟ اسمه محمد صاحب اسمه في سجن دمنهور كان تعذيب جامد. كانوا بيعلقوه زي الذبيحه ويجرجروه من رجليهم. كهربا ويضربوه كان اخويا خالد محمود اللي ميت ده كان عنده عرق سليمه في دماغه من كتر الضرب على دماغه. زكي بدر اتضرب عشان اخويا ده اتضرب بالجزمه. زكي بدر اتضرب بالجزمه عشان خالد في مجلس الشعب سنة 1993 زكي بدر اتضرب بالجزمه عشان خالد عشان قالوا عليه كانت